السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حيهم، الله حيهم حفاظ القرآن. اليوم بنواصل الإجابة عن بقية المحاور بخصوص مقدار الحفظ. بيكون يوميا عندنا حفظ وجه واحد، يعني 15 سطر، أحيانا يقل وأحيانا يزيد بنسبة بسيطة. ومقدار مراجعة ترى مهم جدا، تكون عندنا مراجعة يعني تثبيت الحفظ. عندنا مراجعة يومية ومراجعة أسبوعية ومراجعة نهائية. فاللي يشتكي ويقول أنا أحفظ وأنسى، ليش تنسى؟ لأنك ما تراجع. القرآن بالذات يحتاج إلى مراجعة يومية. المحور اللي بعده كيف أحفظ، وهذا يحتاج منك إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى السماع، أنك تسمع الآيات قراءة صحيحة. والأصل في هذا أنك تحفظ عند شيخ، شيخ مجاز تسمع منه القراءة الصحيحة. إذا ما عندك تضطر إلى سماع تسجيل. الخطوة الثانية أنك تمسك المقدار سطر سطر فتكرر السطر الأول 10 مرات قراءة صحيحة. الخطوة الثالثة أنك بعد ما تنتهي من قراءة السطر الأول 10 مرات تغلق المصحف وتسمعه لنفسك، تأكد من قوة الحفظ. الخطوة الرابعة، ترى هي 4 خطوات، أنا بالخطأ قلت 3 خطوات، بعد ما تنتهي من حفظ الصفحة كاملة تسمعها عند آخر، فإن لم تجد سمعها عند نفسك. متى أحفظ؟ هذا محور جدا مهم، لابد تعين وقت محدد حتى تحفظ فيه. نبغي وقتين، وقت للحفظ وقت للمراجعة، وياريت هذا الوقت يكون مرتبط بالصلاة. يعني مثلا تسوي الحفظ بعد صلاة الفجر والمراجعة بعد صلاة المغرب مثلا، فأنا أطلب منك وقتين، وقت للحفظ نص ساعة وقت للمراجعة ربع ساعة، 45 دقيقة يوميا تعطيني إياها للقرآن فقط. فرجاء لا تبخل علي، 45 دقيقة يوميا أبغيها منك. خليك كريم يا أخي، وأنا استاهل، وأنا ما أبغي لنفسي والله للقرآن. واللي يقول أنا عندي أشغال وأعمال البيت وأطفال، خاصة النساء، أيتها الأخوات، أنتن تتعاملن مع الله، والله تعالى يبارك في الوقت. أتوقع هذه أهم الأسئلة وأهم المحاور المتعلقة بهذا المشروع. الآن خلنا نركز على الهدف الأول، حفظ جزء عمه. لا تشيل في بالك ولا في ذهنك حفظ القرآن وثلاثين جزء ومتى بنخلص، لا لا، انسى انسى، ركز الآن على جزء عمه فقط. ويا أحبة، بالنسبة للتصويت اللي سويته أمس، ترى يعني اكتساح، الجميع يقول المقدار مناسب وهناك من يطالب بالمزيد. وكذلك بخصوص من أين نبدأ، من البقرة أم من الناس، الأغلبية الساحقة يقولون نبدأ من الناس. سنبدأ من الناس بإذن الله. ترى البداية من سورة الناس وايد أفضل، تحس بالإنجاز، صور قصيرة فتخلص المقدار بكل سهولة. وحتى الحفظ وجه واحد، البعض قد يستثقل الآن لأنه مو متعود على الحفظ، لكن ثقوا تماما، أول ما تبدأ تحفظ 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 يسهل عندك الحفظ. وحتى اللي يقول أنا أحفظ وأنسى والمراجعة اليومية صعبة علي، لا تقول هالكلام، قول الحمد لله أنك ربطنا بالقرآن، المراجعة تربطك. لا تتعاملون مع كلام رب العالمين بأنه هم ومشقة، لا، بالعكس أنس وفرحة، يا الله نعمة. آخر سنابة، أنا صراحة اليوم خذت راحتي وطولت معاكم. تنبيه مهم، التطبيق الأساسي لمتابعة حفظ القرآن الكريم هو الانستغرام ستوري، لكن بعض التنبيهات والملاحظات والتحميس والتشويق بعرضها في الانستغرام وفي السناب، صراحة يعزون علي الاستابيين. لحظة، هذا آخر سنابة، بنأخر بداية مشروع حفظ القرآن الكريم قليلا، يعني كم يوم حتى أرتب الجداول وأرتب الأمور بإذن الله.